فرأى رجلين على راحلتين يزول بهما السراب، ثيابهما بيض، الثياب اللي أهداهما طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما بالخرار، اللي محطة اللي كنا فيها أهداهما للرسول. فرآهم من بعيد يزول فيهم السراب، هو ما يرى الإبل، يرى الرجال، لأنه تعرفون المسافة ترى، المسافة البعيدة ترى أعالي الأشياء قبل أسافلها. فصرخ بأعلى صوته: يا معاشر العرب، يا معاشر بني قيلة، هذا جدكم النبي وصاحبه، هاهما هاهما، هلما نستقبلهما. بعد مروره بدرب الظبي دخل العصبة ثم إلى قباء صلوات الله وسلامه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه اختار هذا المكان، دخل من درب الظبي جاعلا جبل عير عن يساره، لأن هناك حرب كانت قائمة بين الأوس والخزرج، ومن أشهرها يوم بعاث كما تعرفون. فهو دخل من جهة الأوس، والخزرج يعني الرسول يسير بقدر الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى، فمن دبلوماسيته، لأنه رجل دولة عالمية، رجل فكر يبقى إلى الأبد، مع أنه جالهم الآن مهاجر، إلا أنه عرف من أين يدخل، ليس يدخل من أي مكان، عرف من أين تؤتى الأبواب. أيضا دخل مع مكان مرتفع إلى العصبة ثم إلى قباء.